يلا دايم بدورين. سمعت الكلام او تلعب اللعبة اقول ايه تلعب فيني معاد وفيني مكان نفس المكان يوم الجمعة بعد الصلاة تكون واقف على معادنا صح يريد تكون قدام فيها موتك تبقى ايه يلا رحب بيكوا العيال لا 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 كده الموضوع ليه بجد خلي بالك منه نوع في دم جنبنا هنا اسمها لاكوست استنى هناك تقعد على لاكوستا بس هي محسوبة عدم تكافؤ بس انت كنت بطل عالي وانا كنت بلعب حاجة خالص انت هيلا بطل الاهلية ومغلوب من ربع جيزة على العموم هي مش بالبطولات انا هلعبك دلوقتي لو كسبتك هبقى بطل عالم قصاد نفسي عين نفسي مش خاطر دايك فين ماشي طلع لو واحد كمان وريني حريمي جنيه يا عم لا دي رجاله لا حريمي ما يضرش الجماعه ما يضرش عادي عادي بره برضه بس النوع ده جايب برضه مسطره ومن بره مصر تمام من بره مصر اوريك انت عايز تخليها في ايدك ايه يا عم انت هتسرقها من الكيس ده جديد ده ما فيش غير ايه انا عارف شغل وعارف بقول لك ايه ده اللي كان في ايديا واهي انت هتخوفني ولا حاجه يلا توكل على الله ان انت جيت تسرقنا
اكتر من حقك عشان ما تغلطش في الصراحه.